طيب قول لي انت بقى الانترودكشن بتاعت الحرق بتاعت الفيلم بقى من هنا انت اللي تقول. شفت الفيلم كويس اصلا؟ فيلم حلو، فيلم حلو. معايا مستر شريف جميل حبيب قلبي والله، واحلى مفاجاه هنا، بيقول لي ان هنا مطرح ما صوروا فيلم الديلر، صح؟ انت اللي قول، انت اللي قول. الفيلم بتاع احمد عز، احمد عز واحمد سقا، لا التاني بتاع احمد خالد النبوي. خالد النبوي، خالد النبوي. الفيلم اللي كان فيه احمد عز و ايجيبت، ايجيبت، ايجيبت. هنا صوروا فيلم بتاع احمد عز اللي كان فيه اسمه الرهينه تقريبا. ايوه ايوه، لما مع صلاح عبد الله وجري ولموا الحاجه، هو في السوق ده.